لو انتوا فاكرين ان جمله ليديز فيرست دي اتيكيت وجنتله من الرجاله انهم يخلوا الستات يعملوا الحاجه هم الاول قبل منهم، ما طلعتش كده. طلع ان الراجل بيعمل كده علشان بيبقى مقلق من الست، احسن تغير رايها في اخر لحظه ويشيل هو الليله لوحده. الموضوع اصلا ابتدى في ايطاليا، بيقول لك ان كان في ولد وبنت حبوا بعضهم جدا، لكن اهاليهم رفضوا الجوازه بتاعتهم دي. فالبنت والولد هما الاثنين قرروا انهم ينتحروا سوا، راحوا مختارين اكبر صخره في كيا ايطاليا وقرروا ان هم يرموا نفسهم من عليها. البنت جت ترمي نفسها الاول، الولد قال لا استني انا مش هقدر اشوف منظرك وانت بتموتي، خليني انا ارمي نفسي الاول وبعدين انت. وفعلا عمل كده، الولد رمى نفسه من على الصخره ومات. البنت لما شافت المنظر ده اترعبت جدا وخافت، غيرت رايها وقررت انها ما ترميش نفسها ورجعت تاني على بيت اهلها. ويقال انها بعد كده اتجوزت وخلفت وعاشت حياتها عادي جدا. بس الرجاله بتوع البلد بقى لما سمعوا الموضوع ده قرروا من ساعتها ان هم يخلوا الستات هم اللي يعملوا اي حاجه الاول علشان يضمنوا ان هم ما يغيروش رايهم بعد كده. بس في روايه ثانيه بقى الاصل مقوله ليديز فيرست دي، قال لك لا الرجاله مش مقلقه من الستات، الرجاله خايفه عليهم، لان المقوله دي اساسا ظهرت وقت الحروب لما كان الرجاله عايزين يوفروا مكان امن للستات والاطفال بعيد عن الاذى. مش مهم بقى ايه اللي يحصل للرجاله بعد كده، المهم انهم يكونوا اطمنوا على الستات والاطفال الاول. انتوا بقى رايكم ايه، الرجاله خايفه علينا فعلا ولا مقلقين مننا؟